من رام الله ينضم إلينا الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، ونعود معه إلى الشأن الفلسطيني وما يدور من محاولات إبادة وتغيير لخريطة الضفة الغربية وغزة وكل الخريطة الفلسطينية. سيدي، هل وصلتم لقناعة عن فعل إسرائيل وما هو الأفق، وهل لديكم ما يوقفها عن هذا المسار المرصود منذ عامين على الأقل ابتداء من حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي؟ لم يكن لدينا أدنى شك في نوايا إسرائيل، ونحن من اليوم الأول على قناعة بأن إسرائيل تريد بالفعل تغيير الوضع الذي كان موجودا في الأراضي الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو عام 93 إلى اليوم. إسرائيل تريد أن تنقض على كل شيء، تريد أن تغير الواقع، تريد أن تغير الخارطة السياسية، حتى الخارطة الاجتماعية والإنسانية تريد أن تغيرها لصالح المشروع الاستعماري الذي تسير. إسرائيل استغل واستفاد مما حدث يوم 7 أكتوبر لاستخدامها كذريعة من أجل تحقيق هذا الهدف، وبدأت النوايا الإسرائيلية تتكشف في مرحلة مبكرة. وطالما تحدثنا، أنا تحدثت معكم كثيرا وتحدثت مع كثير من وسائل الإعلام، والرئيس محمود عباس تحدث عن هذا علنا وعلى منابر مختلفة، وآخرها منبر الأمم المتحدة في اجتماعات الجمعية العامة، لأن نوايا إسرائيل أصبحت مكشوفة وواضحة، لأنها تريد تغيير الخارطة، تريد تغيير الواقع، لا تريد الإبقاء على السلطة الفلسطينية ولا على الكيان السياسي الفلسطيني. ربما تقبل كحد أقصى كما تشير تصريحات القادة الإسرائيليين أن تتعامل مع الشعب الفلسطيني كمجموعة من السكان من منطلقات إنسانية ومن منطلقات أمنية ومن منطلقات اقتصادية، لكنها لا تريد إطلاقا الانخراط في عملية سياسية حقيقية تقوم على قاعدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره السياسي وفي وفق قرارات الشرعية الدولية وفي قيام دولة فلسطينية مستقلة وفق هذه القرارات. هذه النوايا الإسرائيلية الحقيقية من وراء كل ما حدث. وكما قلت آنفا، إسرائيل استفادت ووظفت ما حدث يوم 7 أكتوبر لتحقيق هذه الغاية ولتحقيق هذه الأهداف التي أصبحت معلنة وأصبحت مكشوفة، وأصبحوا لا يتورعون عن التصريح بها في مناسبات مختلفة. وهل تعتبر دكتور محمود أن هذه الدورة من دورات التاريخ ستغير تغييرا مفصليا ما كانت القضية الفلسطينية وتحديدا السلطة والرئيس الفلسطيني وكل من لف لفه في هذه الجزئية، سيغير من مسارها أو الأفق التي كانت تحلم بالوصول إليه عند هذه النقطة؟ ما فشلت إسرائيل في تحقيقه على مدار أكثر من 76 سنة منذ النكبة، وما فشل المشروع الاستعماري في تحقيقه منذ ما قبل وعد بلفور إلى اليوم لن ينجحوا في تحقيقه مجددا. هم كانوا يريدون فلسطين أرضا بلا شعب، لشعب بلا أرض كما كانوا يقولون، لكن هل استطاعوا أن يمحوا وجود الشعب الفلسطيني؟ الشعب الفلسطيني أصبح اليوم أكثر تجذرا في أرضه وأكثر تمسكا بها وأكثر حضورا على الساحة الإنسانية. لا يستطيع أحد أن يتجاوز التاريخ، ولا يستطيع أحد أن يتجاوز الحقيقة القائمة بأن الشعب الفلسطيني شعب موجود قائم بذاته، لديه طموحات وآمال وحقوق سياسية وتاريخية، ولا يمكن لأحد أن يتمكن من تجاوزه على الإطلاق. لا يمكن لإسرائيل أن تنجح في أكثر من أن توقع الأذى والمذابح والقتل والتهجير والاعتقال بالشعب الفلسطيني، لكنها لا تستطيع إطلاقا أن تمحو الحقيقة الفلسطينية. والحل الوحيد أمامها وأمام المجتمع الدولي هو التسليم بهذه الحقيقة، تسليم بالحقيقة الفلسطينية وبأن الشعب الفلسطيني هو الحقيقة الماثلة. التسليم، عدم التسليم دكتور محمود، عدم التسليم يجب أن يستتبع بخطوات. ما هو شكل الخطوات ضمن هذه الظروف؟ ما نقوم به الآن وما نحتاج إسناد عربي وإسلامي ودولي
من أجل تحقيقه هو مزيد من الصمود، مزيد من التمسك بالحقوق، مزيد من الثبات على الأرض. استراتيجيتنا الوطنية قائمة في أصلها على وجوب تثبيت الشعب الفلسطيني وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني. الحجر الزاوية في إفشال المشروع والمخطط الإسرائيلي هو الإنسان الفلسطيني، ولذلك أولويتنا الأولى هي حماية هذا الإنسان، وأولويتنا الأولى هي تثبيت هذا الإنسان في أرضه وتعزيز صموده وإمداده بكل ما أمكننا من طاقة الصمود وطاقة البقاء، والحراك على الساحة الدولية جزء من ذلك، تثبيت الهوية الوطنية الفلسطينية جزء من ذلك، تثبيت الحقيقة الفلسطينية على الساحة الدبلوماسية والقانونية هو جزء من ذلك. ولكن هل وصلنا إلى ما نريد فعلا؟ لم نصل بعد، أمامنا طريق طويل، أمامنا نضال مرير نحتاج معه إلى حشد كل الطاقات الفلسطينية وحشد كل الطاقات العربية والإسلامية وكذلك المجتمع الدولي من أجل إقرار وتثبيت هذه الحقيقة. شكرا لك الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إذ كنت معنا.